بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 44. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه حلقة جديدة في برنامجكم الأسبوعي شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ صالح، حياكم الله فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك فيك. كنا فيما مضى مع المؤلف رحمه الله تعالى في حديثه عن شروط خطبتي الجمعة، ووقفت أحسن الله إليك في شرح قوله يشترط تقدم خطبتين، ومن شرط صحتهما حمد الله والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم وقراءة آية والوصية بتقوى الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. انتهى وقت الحلقة الأولى، ونحن في سياق شروط صحة خطبتي الجمعة. وذكرنا منها الشرط الأول أن يأتي بخطبتين، فلو أتى بخطبة واحدة لم يصح منه ذلك، لأن هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. الشرط الثاني أن يبدأ الخطبتين بالحمد لله والثناء عليه. الشرط الثالث أن يأتي بالشهادتين، شهادة لا إله إلا الله، شهادة أن محمدا رسول الله. الشرط الرابع أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في أول الخطبة وفي أثنائها بعد الشهادتين. والشرط الخامس الوصية بتقوى الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي بذلك في خطبه عليه الصلاة والسلام. الشرط السادس قراءة آية من القرآن أو أكثر من آية، لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ القرآن في خطبة الجمعة، حتى قالت إحدى الصحابيات: ما حفظت قاف والقرآن المجيد إلا من لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يقرأها كل جمعة على المنبر. كان صلى الله عليه وسلم يقرأ من القرآن ويكثر من تلاوة القرآن ويعظ الناس ويذكرهم، لأن أبلغ واعظ هو القرآن الكريم. فلا بد أن تشتمل الخطبة على قراءة آية أو أكثر من آية من كتاب الله عز وجل، وتكون الآية أو الآيات في مناسبة الموضوع، في مناسبة الموضوع الذي يتحدث عنه الخطيب، يختار الآية أو الآيات المناسبة للموضوع الذي يتحدث عنه الخطيب. فلو خلت الخطبة من قراءة آية أو آيات فإنها لا تصح لفقد شرط من شروط صحتها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وحضور العدد المشترط. يشترط لصحة الخطبة الجمعة حضور العدد المشترط، وأقله على الصحيح ثلاثة، أقله على الصحيح اثنان، اثنان يستمعان وواحد يخطب. فلو حضر مع الخطيب واحد فقط يستمع لم تصح الخطبة، لأن الخطبة لا تكون إلا على جمع وعلى عدد، وأقل العدد اثنان أو ثلاثة، واحد يخطب واثنان يستمعان. نعم. ولا يشترط لهما الطهارة. فلو خطب وحده قبل أن يحضر أحد، أو حضر واحد فقط ثم بعد ذلك جاء الناس بعد مضي الخطبة، فلا بد من إعادتها، لأنه لم يحضرها العدد المشترط.
والخطبة إنما هي لإسماع الناس ووعظهم، فلا بد أن يحضرها من يحصل بهم العدد المطلوب للاستماع. نعم. ولا يشترط لهما الطهارة؟ يستحب أن يكون الخطيب على طهارة، وليست شرطا في صحة الخطبة، فلو خطب وهو على غير وضوء فخطبته صحيح، لكن كونه يخطب متطهرا هذا أفضل، لأن الخطبة ذكر لله عز وجل، والذكر من المتطهر يكون أفضل. نعم. ولا أن يتولاهما من يتولى الصلاة؟ ولا يشترط لصحة الخطبتين في الجمعة أن يقوم بهما من يقوم بالصلاة، فلو قام واحد بالخطبتين وقام آخر بالصلاة وإمامة الناس صح ذلك، وإن كان الأولى أن يتولاهما واحد، لكن لو حصل شيء من اختلاف ولاية الخطبة والصلاة، لأن تولى الخطبتين واحد وتولى الصلاة بالناس واحد آخر، صح ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن سننهما أن يخطب على منبر أو موضع عال. لما فرغ المؤلف رحمه الله مما يشترط صحة الخطبتين في الجمعة، انتقل إلى بيان ما يسن الخطبتين، وهو من كمال الخطبتين، هذه السنن مكملات، أما الشروط فإنها لا بد منها، وأما السنن إذا حصلت فهي مكملات، وإذا لم تحصل فإنها لا يخل فقدها أو تركها بالخطبتين. نعم. قال: ومن سننهما أن يخطب على منبر أو موضع عال. من سنن الخطبتين أن يلقيهما الخطيب من على شيء مرتفع، من على شيء مرتفع، لأن هذا أبلغ في الإعلام وليراه الناس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يخطب على محل مرتفع، إما على الراحلة وهو راكب عليها، وإما على المنبر. كان صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر لما قدم المدينة يخطب إلى جذع نخلة ويعتمد عليه، فلما وضع له المنبر عليه الصلاة والسلام انتقل إليه وصار يصعد على المنبر فيخطب، فهذا من سنن الخطبتين، فلو خطب من غير منبر صح ذلك، ولكن إذا خطب من مرتفع فهذا أفضل وأكمل. نعم. قال: ويسلم على المأمومين إذا أقبل عليهم ثم يجلس إلى فراغ الأذان. من سنن الخطبتين أن يسلم على المأمومين إذا صعد المنبر وأقبل عليهم بوجهه، فإنه يسلم عليهم بأن يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، هذا من السنن، من سنن الخطبتين. ثم يجلس على المنبر ويأخذ المؤذن في الأذان، كما كان بلال رضي الله عنه يفعل مع النبي صلى الله عليه وسلم، إذا سلم على المأمومين وجلس على المنبر قام بلال فأذن، فإذا فرغ الأذان قام النبي صلى الله عليه وسلم فخطب، هذا من السنن. نعم. ويجلس بين الخطبتين كذلك. نعم. كذلك يستحب الجلوس بين الخطبتين، فلو واصل الخطبتين وهو واقف أجزأ ذلك، لكن الأفضل أن يفصل بينهما بجلوس، كما صح في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين يفصل بينهما بجلوس. نعم. ويخطب قائما. من سنن الخطبتين أن يلقيهما من قيام، لأن هذا أبلغ في الإعلام وتوجه الناس إليه، فإن خطب وهو جالس جاز ذلك،
لا سيما إذا كان الإمام مريضا أو كان كبير السن يحتاج إلى الجلوس، فلا بأس أن يخطب وهو جالس، كما كان معاوية رضي الله عنه يخطب وهو جالس لما ثقل رضي الله تعالى عنه. وأما إذا كان قويا ومعافى فالأفضل أن يخطب من قيام. نعم. قال: ويعتمد على سيف أو قوس أو عصا. ومن سنن الخطبتين أن يعتمد على شيء، لأن هذا أثبت له، لأن هذا أثبت له وقت إلقاء الخطبة، يعتمد على عصا أو يعتمد على قوس أو يعتمد على حرف المنبر، فالأفضل أن يعتمد على شيء. فإن لم يكن معه شيء وليس حوله شيء فإنه يضم يديه على صدره، يضم يديه على صدره ويخطب، لأن هذا أهدأ لباله وأيضا أقطع لأشغاله وتحركاته. هذه هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أما الإشارة بالأيدي والتلفت من الخطيب فهذا مخالف لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن بعض الخطباء يشير بيديه في خطبة الجمعة ويتلفت يمين وشمال، هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب ويعتمد على شيء في حال خطبته ولا يشير بيديه، وكان صلى الله عليه وسلم يقصد تلقاء وجهه، وكان الصحابة يقبلون عليه، الصحابة هم الذين يقبلون عليه ويستمعون له، ولم يكن هو يلتفت يمينا وشمالا. فينبغي التنبه لمثل هذه الأمور. نعم. هذا أحسن الله إليكم، لأن الطلاب يتلقونه في معسكرات التدريب، أنه أقوى للأثر واستجابة الناس للالتفات والحركة بالأيدي، يظنون هذا من البلاغة والإحسان. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي، ويقول جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فلا نفعل شيئا لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. إذن لنا أن ننازع في أن الأثر أبلغ بما كان يفعله صلى الله عليه وسلم. ها، ما في شك أن ما كان يفعله هو الكمال. أحسن الله عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: ويقصد تلقاء وجهه ويقصر الخطبة. هذا ما أشرنا إليه، أنه ما يتلفت، وإنما حال الخطبة يقصد تلقاء وجهه، يقبل على الناس بوجهه ويستمر في الخطبة ولا يلتفت يمينا وشمالا، لأن هذا أيضا يشغله عن موضوع الخطبة. أما إذا قصد تلقاء وجهه فهذا أدعى لاجتماع الفكر. نعم. والذهن. نعم. ويقصر الخطبة ويدعو للمسلمين. وهذا من سنن الخطبة، تقصير الخطبة مع اشتمالها على الشروط والأركان المطلوبة، أن تكون خطبة مستوفية للمطلوب مع اختصار الألفاظ. قال صلى الله عليه وسلم: إن قصر خطبة الرجل وطول صلاته مئنة من فقهه. فأقصر الصلاة، فأقصر الخطبة، فأقصر الخطبة وأطيل الصلاة. هذا هديه صلى الله عليه وسلم، تقصير الخطبة وإطالة الصلاة. أما العكس وهو الذي يعمل به كثير من شباب اليوم ومن خطباء اليوم، فهو العكس، يطيلون الخطب إطالة مملة، حيث يخطب حوالي الساعة أو أكثر، وأما صلاة الجمعة فهي في خلال دقائق أو ثواني، ولا يقرأ إلا قراءة يسيرة. هذا خلاف السنة تماما، السنة إقصار الخطبة مع إطالة الصلاة. وليس المراد إقصار الخطبة بأن تكون كلمات ليس فيها معنى أو كلمات يسيرة، بل لا بد من استيفاء الأغراض المطلوبة التي سبقت، وهذا يحتاج إلى فقه، هذا لا يلم به إلا فقيه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن قصر خطبة الرجل وطول صلاته مئنة، يعني علامة من فقهه، يعني علامة على فقهه. فدل على أن الذين يطيلون الخطب ويقصرون الصلاة أنهم ليسوا فقهاء. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: فصل. والجمعة ركعتان، يسن أن يقرأ جهرا في الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين. صلاة الجمعة ركعتان، هذا بإجماع المسلمين، الحمد لله، لأنه هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال العلماء إن الخطبتين محل ركعتين، فلذلك صار يجب حضورهما. قالوا إن الخطبتين بدلا عن الركعتين، فهذا هو الحكمة في جعل صلاة الجمعة ركعتين، لأنهما مسبوقتان بخطبتين يحلان محل الركعتين. ومما يؤكد هذا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. والمراد بذكر الله هو الخطبة على المشهور عند المفسرين. نعم. وتحرم إقامتها في أكثر من موضع من البلد إلا لحاجة. فقال رحمه الله إن صلاة الجمعة ركعتان، هذا بإجماع المسلمين، فلو صلى أكثر من ركعتين، لو جعلها مثل الظهر، بطلت. نعم. لأنه زاد فيها متعمدا، وإذا زاد في الصلاة متعمدا فإنها تبطل، سواء صلاة الجمعة أو غيرها. إذا زاد في الصلاة متعمدا بطلت صلاته. يجهر فيهما بالقراءة، هذا هو السنة، أن يجهر في صلاة الجمعة بالقراءة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. والمناسبة حضور الجمع العظيم ليسمعوا كلام الله سبحانه وتعالى، فهي من الصلوات التي يجهر فيها بالنهار. الأصل أن صلاة النهار سرية، وأن صلاة الليل جهرية، لكن هناك استثناءات في صلاة النهار. صلاة الكسوف جهرية، صلاة العيدين جهرية، صلاة الاستسقاء جهرية، صلاة الجمعة جهرية. فهذه الصلوات يجهر فيها بالقراءة وإن كانت في النهار، يجهر فيهما بالقراءة. نعم. قال: في الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين. يستحب أن يقرأ في الركعة الأولى بسورة الجمعة: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس، إلى آخر السورة. هذا في الركعة الأولى. في الركعة الثانية يقرأ بسورة إذا جاءك المنافقون، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. وتارة كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في الأولى بسبح، وفي الثانية بالغاشية: هل أتاك حديث الغاشية. والمناسبة والله أعلم في قراءته صلى الله عليه وسلم سورة الجمعة في الأولى وسورة المنافقون في الثانية، مناسبة أن هذا الحضور الكبير إذا قرأت عليهم سورة الجمعة وفيها: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، فيها التنبيه على أهمية صلاة الجمعة وحضورها، وأن الإنسان لا يشتغل عنها بأمور الدنيا، وحضور الخطبتين. وفي الركعة الثانية بالمنافقون، ما المناسبة؟ قالوا المناسبة والله أعلم أن صلاة الجمعة يحضرها المنافقون، لأن المنافقين كانوا يتخلفون عن الصلوات الخمس في الغالب، ويحضرون في صلاة الجمعة لأن قصدهم الرياء، قصدهم الرياء والسمعة، فهم يحضرون لصلاة الجمعة من أجل الرياء والسمعة ليراهم الناس. تناسب أن تقرأ هذه السورة لأن فيها موعظة لهم في ترك النفاق وطلب الإخلاص لله عز وجل. هذا هو المناسبة في اختيار هاتين السورتين. نعم. قال رحمه الله: وتحرم إقامتها في أكثر من موضع من البلد إلا لحاجة.
تحرم إقامة صلاة الجمعة في أكثر من موضع من البلد. الأصل أن صلاة الجمعة في البلد تكون في موضع واحد، لأنه مقصود اجتماع أكبر عدد ممكن من أهل البلد، فإذا أمكن اجتماعهم في موضع واحد فهذا هو المطلوب. وكان المسلمون يجتمعون في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة ويصلي بهم، من جميع أرجاء المدينة كانوا يجتمعون ويصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده الشريف، فيحرم إقامتها في أكثر من موضع من البلد إلا إذا دعت إلى ذلك حاجة كضيق المسجد أو تباعد أقطار البلد وأطراف البلد أو كثرة الناس والزحمة، فلا بأس أن تتعدد الجوامع إذا دعت إلى ذلك حاجة. أو قال رحمه الله: فإن فعلوا فالصحيحة ما باشرها الإمام أو أذن فيها، فإن استويا في إذن أو عدمه فالثانية باطلة. فإن فعلوا يعني صلوا الجمعة في عدة مواضع من البلد من غير عذر، من غير عذر، بل حسب الأهواء وحسب الرغبات وليس هناك عذر لتعدد الجمعة، فإنه لا يصح منها إلا جمعة واحدة، وهي ما باشرها الإمام أو أذن فيها. الإمام يعني إمام المسلمين أو نائبه، نائب إمام المسلمين، فإذن الإمام في هذا المحل شرط لجواز التعدد. سبق في أول الباب أنه يقول ليس من شرطها إذن الإمام، هذاك شرط إقامة الجمعة، صلاة الجمعة، أما هنا فهو في التعدد، في تعدد الجمعة. تعدد الجمعة لابد فيه من نظر ولي الأمر لئلا يحصل فوضى ويحصل فتنة، فلابد من تدخل ولي الأمر أو من ينيبه من أهل العلم في الإذن بتعدد الجمعة لئلا تتدخل الأهوى والأغراض، وكل يريد عنده جمعة، وتكون الجمعة على قدر الحاجة، قدر الانضباط، لابد من هذا، ولا يضبط الناس إلا هذا. فالصحيحة ما باشرها الإمام أو أذن فيها، وما لم يأذن فيها الإمام ولم يحضرها أو لم يحضرها فإنها تكون غير صحيحة، لأنه تعدد بغير حاجة وبغير مسوغ. فإن استويا في الإذن، أذن الإمام بهذه وهذه، أو عدم الإذن، كلهم ما أذن فيهن الإمام، فننظر أولهم، أول ما صليت هي الصحيحة، والثانية تكون باطلة، الثانية تكون باطلة، تكون الصحيحة هي الأولى، وأما التي بعدها فهي باطلة، لأنه لم يعهد أن الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الخلفاء الراشدين أنهم إذا فاتتهم صلاة الجمعة أنهم يقيمون جمعة ثانية، هذا لم يعهد. لا بد أن تكون الجمعة واحدة، فإذا سبق أحد الجوامع وصلاها حصل المطلوب، وحينئذ يكون البقية قد فاتتهم صلاة الجمعة فلا يقيمونها جمعة، وإنما يقيمونها ظهرا. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإن وقعتها معا أو جهلت الأولى بطلتها. إن وقعتا معا أو جهلت الأولى منهما بطلتا جميعا، لأنه لا ميزة لإحداهما على الأخرى، ولم يحصل إذن من الإمام أو نائب الإمام، فاستويا في عدم المسوغ فيبطلان جميعا. نعم. قال: وأقل السنة بعد الجمعة ركعتان وأكثرها ست. صلاة الجمعة ليس لها راتبة قبلها، ليس لها راتبة قبلها، بخلاف صلاة الظهر فإن لها راتبة قبلها وراتبة بعدها، ما صلاة الجمعة فليس لها راتبة قبلها، بل
من جاء إلى الجمعة فإنه يصلي ما تيسر له ثم يجلس ينتظر دخول الخطيب، وإن شغل وقته كله بالصلاة إلى أن يحضر الخطيب فهذا أفضل. أفضل؟ هذا أفضل، نعم. الحمد لله. أن يصلي من دخوله إلى أن يدخل الإمام هذا أفضل، لكن لو صلى ركعتين أو ما تيسر له ثم جلس فلا بأس بذلك، جلس يذكر الله أو يقرأ القرآن أو يشتغل بطاعة الله عز وجل فلا بأس بذلك، لأن منتظر الصلاة في صلاة. الحمد لله. نعم. قال ويسن أن يغتسل. وأما الراتبة للجمعة فهي بعدها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا بعد الجمعة أربعا، هذا أمر منه صلى الله عليه وسلم وهو للاستحباب، وكان صلى الله عليه وسلم يصلي في بيته ركعتين، أمر بأربع وكان يصلي في بيته ركعتين. بعض العلماء يقول إذن الراتبة بعد الجمعة ست ركعات، أربع بأمره صلى الله عليه وسلم واثنتان من فعله عليه الصلاة والسلام. والصحيح التفصيل أنه إن صلى راتبة الجمعة التي بعدها في المسجد فإنه يصلي أربعا بسلامين، أربعا بسلامين، وإن صلىها في بيته فإنه يصليها ركعتين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. إخوتنا المستمعين الكرام، كان هذا صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان في شرحه لكتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع. إلى هنا نأتي لنهاية هذه الحلقة، على أمل أن يتجدد اللقاء بكم وبشيخنا الكريم في حلقة قادمة إن شاء الله. نستودعكم الله، وهذه تحية من زميلي ناصر بن حسن الجريسي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.